ريو 2016، البرازيل بقيادة نيمار تفوز باللقب الوحيد اللي كان ينقصها، الميدالية الذهبية الأولمبية. طوكيو 2020، البرازيل تحتفظ باللقب الأولمبي في نفس الملعب يوكوهاما ستاديوم اللي فازت فيه 19 سنة التالي بخامس كأس عالم في تاريخ. هات نرجعوا للنهائي اللي جمع لاسيليساو بمنتخب إسبانيا. الدقيقة 38، البرازيل تتحصل على ضربة جزاء لكن ريشارليسون يضيعها قبل نهاية الشوط الأول. كونيا يفتتح التسجيل لمنتخب السامبا بعد تمريرة من القائد داني ألفيش. الدقيقة 60، أويارثابال يعادل النتيجة لفائدة لاروخ، وتنتهي المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل 1-1 ونمشيوا للبرولونغاسيون. الدقيقة 107، مالكولم يسجل الهدف الثاني للبرازيل لتنتهي المباراة بفوز لاسيليساو بالميدالية الذهبية، ويصبح البرازيل خامس منتخب ينجح في الاحتفاظ باللقب الأولمبي. قائد المنتخب داني ألفيش، أكثر لاعب متوج بالألقاب في تاريخ الكرة، أضاف الميدالية الذهبية في سجله باش يرتفع رصيده ل 43 لقب في عمر 38 سنة. اللقب الوحيد اللي مازال ينقص داني ألفيش هو كأس العالم، فهل سيتمكن من تحقيق هذا الحلم العام الجاي في قطر؟